اتحدى يا بنتي على كل المواقع. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين ام الانسان على الصبح يا شيخ. السوشيال ميديا تبعت لي صورتها. بصي بصي عامله ازاي، انا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعه بتتكلم. مال امك انت؟ انت مالك؟ انت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. Remember to like and subscribe. اوكي 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 الله يرحم ابوك يا اخويا. هي دي بقى امك؟ امك تبان جامده. لا هي مش تبان جامده، هي جامده قوي فعلا. امك حلوه قوي. ما تحترم نفسك، عملت ايه ده عليه؟ دي انسانه ومش انسانه عاديه، دي فنانه. انا وعدتها اني اقف جنبها لغايه لما توصل وتبقى احسن من بنت الحاج عجره. حلوة الفرصة دي. انت بتتكلم جد؟ بتقول معلومات خطيرة. بتقول ايه؟ اصلي شهرها هتدفع تخش. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ وانت شايفها سايبها بالكفه عشان تجيب القرش. انا كبر يا اسمك ايه ينفع ده؟ العيال بقت قليله الادب قوي. يا اختي عامله ايه؟ عامل ايه يا زفت؟ يا بنت ال الحمد لله يا اختي يا حبيبتي. وانت عامل ايه يا يوسف حبيبي؟ الحمد لله يا باشا. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. منورين منورين. بقول لك ايه، اخوك اليومين دولت لازق لي في البيت بطريقه غريبه، يعني مش عايز يفارقني ابدا، ما شاء الله قاعد كده مخلل في البيت. ايه يمكن قرب يموت ونرتاح. يا ولاد الكلب، جزباله جزباله. يا ريت يا حبيبتي يموت بقى ونرتاح منه، ده عامل زي الهم التقيل. ونمسك بقى الفلوس واجيب العربية ونظبط حياتنا ونعيش بقى يومين. بس 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 هي ايه؟ واي وهيصف الكلام ولا ايه؟ واتجوز بقى، ما انت عارفة انا زهقت 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 مش طايقاه. بقولك ايه، انا جاتلي فكرة حلوة. ايه يا نس؟ ما تيجي نسمه ونخلص منه. مشيت ورا النكسة دي. فخس عليك يا نكسة. النكسة اهي. انت نكسة؟ ايوه يا حاج. انا فخس عليك. ايه نسمه؟ بس دي مصيبة يا ستي. هنسمه وكل واحد هياخد الورث بتاعه ونرتاح بقى. حرامين واربعة يا بيت، اشبعي حرامات. حرام عليكي يا اخت. وهنعملها ازاي يا نسمة؟ ده الحوار دوت لو اتعرف كلنا كده هنروح في داهية. هنجيب له عصير من الشارع ونحط له السم فيه، ولا من شاف ولا من دري. ولاد الكلب. فكرة حلوة قوي. بقولك ايه، والسم ده بقى هو كده كده موجود في العلبة اللي هو اشتريها، لو الحكومة سألت ولا حاجة هنقول ما نعرفش، هو جاب علبة العصير دي من الشارع واحنا ما نعرفش عنها حاجة. ايه رأيك؟ بالظبط كده، ونخلص منه بقى ونرتاح. هنسمه امتى بقى؟ ها قوليلي امتى عشان نخلص، انا خلاص جبت اخري. النهارده خير البر عاجله. طب هنجيب السم ازاي؟ يلا بينا، عايزين نتحرك قبل ما هو ياخد باله او يحس بحاجه. عن ابوك ولا الكلب. حتى انتوا كمان يا اخواتي اللي من لحمي ومن دمي، عاوزين تسموني تتفقوا عليا عشان تموتوني عشان خاطر شويه فلوس ما لهمش لازمه؟ ياه، لا انا مش قادر اصدق بجد، معقول كده؟ يا سلام، اما قصه عبره صحيح. يا سلام يا عم، حسيت ان انا بحكي لك الخطايا. هوبا هوبا. يا ما نفسي فيك يا تمر، بس النخلة. قلت له كمل وزن.
انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. يا بنت الوسخة خطر عنها بالنادين شوف الحق يا بنت الكلب وغليتوا البلد وساخة ومالوا البلد زور حضرتك طب مين يقامل لك حضر باشا اه يا مولى مكان وتراكن جامد عبير اه جامد مش كده شفت البت وهي بت ايه ده يا سيد إيه؟ شاكي براكب عليكو ومش شايف حد فيكو جامد انت لا قوي يعني اضرب يا ميرا لا انا مش بضرب انا برقص يخرب بيتك ده انت طلعتي بريك كل ما حدش بيحط لنا في جبنه يبقى نعمل اللي يعجبنا لا والله وما حدش بيديني عشان كله من عرق كبيره الشرف مفيش 1 2 3 4 دوم تك تك دوم تك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دوم تك تك دوم تك ربنا يكرمه ربنا يكرمه يا رب يا رب جبرت قضيت النهارده طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وصبري كريب او سبسكرايب جايز